مميز لليوم معنا اتصال كمان مع فنان مميز الفنان عامر زيان. اهلا وسهلا فيك على شاشه ام تي في. هلا، كيفك؟ مساء الحال، كثر خير الله. عامر، عرفنا انه عم تستعد للانطلاق خلال ساعات على اسبانيا لتصور كليب اغنيه لبنان بدو حبابو تحت اداره المخرجه ريندا لقداح. خبرنا ليه اخترت اسبانيا وشو فكره الكليب؟ اول شيء بدي احييكي وبدي احيي كل اللي عم بيشوفونا عبر هالمحطه الكريمه. حبينا نختار اسبانيا نصور غنية لبنان. هي موضوع الغنية بيحكي عن الحبيبة موجودة برا واهلها غربوها وهي عايشة ببلد يعني مغترب، فحبينا نردها على لبنان. رد على لبنان. طيب عامر، رح بتصور هالاغنية وكمان صورت من الالبوم اغنية عم اسس حالي. شو اذا استثنينا هالاغنية السينجل يلي اصدرتها، شو ممكن بعد تصور من الالبوم؟ هلا بس رح صور لبنان، ومن بعد لبنان ان شاء الله حيكون اول رح نزل سينجل. مبدئيا بلشت عم حط صوتي على الالبوم، بعتقد شي غنيتين ثلاثه بكون جاهز ان الله راد. فبس ناطرين تشوف تويت او بشهر 10، اذا رح يتاخر شوي شهرين زياده حاضطر نزل سينجل يعني من هلا لشهر. اذا الله راد. عامر، يعني اغنيه بنت عشاء اللي هي اسم الالبوم ما رح بتصورها كمان؟ فبكون ما بعرف اذا رح اصورها او لا، بس ما بعتقد يعني، بس ان شاء الله تمرق عبر مثل ما صورتها بالحلقه السبيشال، ان شاء الله بنقدر نسحبها ونعرضها مثل ما صورت ان شاء الله. عامر، كمان عرفنا انه عم بتحضر لاغنيه سينجل بس رح بتكون هيك، خبرنا شوي هيك عنها اكثر. غنيه بدك تقولي شوي فيها روح من انا شاب. غنية واقعية، موضوع واقع كثير عم بصير كثير مع الشباب ومع البنات، كثير 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 رح يحبوها العالم، وان شاء الله مثل ما الله بيريد يعني. بالنهاية انا بحكي عن غنية حلوة بس يجتمعوا عليها ويسمعوا. كنت ردة فعل العالم اكيد، نحن عم نحب اصلا معظم اغنيتك. وين رح نشوفك بالصيف عامر؟ بالصيف ان شاء الله حيكون حافل مع الجنوب ب 14 تموز. حكون ان شاء الله بالجنه بحمدون. وعندي يعني كم يعني بعثي ثلاث حفلات عم نضيفهم هلا، وان شاء الله حنكون كمان بالبتروس. يعني هو اللي بيكونوا بحفلات بصيف بشهر 10 طايرة عنك اذا الله راد. طيب، الموضوع اللي انحكى فيه مؤخرا كثير بالصحافه، موضوع انفصالك عن مكتب سجل الفن، خبرنا شوية تفاصيل اكثر. نحن حلينا العهد مع مكتب سجل الفن بحب ورضا، وكان صرنا يعني 7 سنين متعاقدين مع بعض، والحمد لله يعني كل الامور بألف خير، ونحن والاستاذ اسمر بألف خير. يعني ما في خلاف اليوم مع استاذ سيمو اسمر؟ لا لا، الاستاذ سيمو له فضل علينا وحبيبنا ونحبه كثير. ان شاء الله دائما هيك، دائما الخلافات توصل لحل حبي، ومثل ما انت حليتها مع مكتب سيدي الفن عامر. انا وهيك يعني بطبعي ما بحب اختلف مع حدا، وعلى طول يعني ما في شيء بقلبي، فما بعرف اذا هن على جهه ثانيه بيزدوا شيء من عندهم، بس انا من عندي ان شاء الله. لا اكيد يعني ما بنكون. تفكيرك بالكليب ومشوارك الفني، رح نختم اتصالنا معك لليوم مع اغنيه لبنان بدي حبك.